صباح اهلا وسهلا على الكنان. اليوم بدي اتحدث معكم عن التليفون الجديد من شركه سامسونج اسمه سامسونج جالكسي اس 21 اف اي. اعلنت عنه الجمعه الماضيه لما كنا بسي اي اس 2022 وصار فينا نقدر نشتريه هلا اذا عم نشتريه من لعب. اعلنت عنه شركه سامسونج الجمعه الماضيه لما كنا بالسي اي اس 2022 وانا شفته كمان لما كنت هونيك بس هلا صار فينا نجيبه. حيكون في عنا موديلين، الموديل تبع السناب دراجون بيكون سناب دراجون 888 والموديل الثاني حيكون بقلبه الاكسينوس بيكون الاكسينوس 2100 اذا ماني غلطان. يلا خلينا نتحدث عن كل المميزات فيه لهذا التليفون وكمان بدنا نتحدث عن السعر والتوقيت اللي نزل فيه لهذا التليفون. هذا الفان اديشن تبع سنه 2021 بس منزلينه باول سنه 22. أنا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك. خلينا نتحدث على الـ S21 FE. اعملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. فهذا هو الهاتف، 6.4 انش الشاشة الموجودة هون، 1080p 120 هرتز موجودة عليه. الحاسوب اللي بأمريكا مثل ما قلت لكم السناب دراجون 888، وإذا عايشين بالدول العربية ولا حتى بالأوروبا هيجينا الأكسينوس 2100. الأحجام الذاكرة والرام الموجودين هون حيكون في عنا عدة اختيارات. البيس موديل الأرخص شيء موجود فيه من عندهم حيكون 6 جيجا بايت للرام و128 للذاكرة. فينا نجيب 8 جيجا بايت رام و128 للذاكرة، يا أما منجيب 256 على الذاكرة و8 جيجا بايت رام. وبالنسبة لي أنا بيكون هذا أحسن موديل تقدروا تجيبوه، لأنه عم تفكروا تجيبوا هالتليفون وتضاينوا فيه على القليل شي سنة سنتين لازم يكون عندكم رام أكثر من اللي موجود عندنا هون. 6 جيجا بايت أنا صراحة صلنا كم سنة عم نستعمل 8 ولا فوق، 6 قليل كتير. بس على القليلة إذا كمان بدكم تزيدوا الذاكرة ما فينا نزيدها، عشان هيك بقول 256. الكاميرات الموجودة ورا هون عنا 3 كاميرات 12 8 و 12 مثل الكاميرات اللي شفناهم من قبل. بنقدر نصور فيهم ال 4K 60 فريمز بير سكند أحسن شيء. عنا البطارية 4500 ملي أمبير وايرلس تشارجينج و 25 واط تشريج بالشريط اللي بيجي، ما بيجي بقلب العلبة بس فيكم تشتروه من شركة سامسونج لوحده. لفوق عنا مبخش هون للميكروفون للكاميرات الموجودة ورا، عنا كمان الكاميرا موجودة دول تون LED فلاش. هيدا اللي شايفينه هون على الشمال للأنتنا بانز لل 5G مودمز الموجودين هون. لتحت سم واحد نقدر نستعمله، ما في عنا ميموري كارد. عنا كمان ميكروفون تاني USB-C والسبيكر اللي بنستعمله مع السماعة لفوق ليعطونا ستيريو. على اليمين عنا الفوليوم روكر الباور بوتن وأنتنا تاني موجودة هون حتى نقدر نستعمل ال 5G. عنا بأمريكا هون عم نقدر نستعملها على يا اما تي موبايل يا اما فيرايزن. هلا فرجيكم بعد شوي كمان السرعه اللي عملناها لقديه سرعه الكونكشن تاعتها لهون. هلا انا عم بستعملها على الواي فاي بس لما بنظهر لبرا عنا 5G وعم نستعملها على تي موبايل هون. على الشمال عنا الجوجل فيد مثل العاده، هذا الون يو اي 4.0 معناته عنا هون اندرويد 12 جاي من شركه سامسونج دغري لما نزل هالتليفون. مثل ما بنستنظر بنشوف اندرويد 12 حلاوه حلاوه وكل المميزات تاعته الموجوده هون. عملت عليه كمان الجيك بنش حتى نشوف قوته للحاسوب، 1098 للسنجل كور و 3141 للمالتي كور. مثل ما قلت لكم هذا الكوالكوم الموديل تبع الكوالكوم الاكسينوس، ما عندي لا اقدر اشوف قد ايه قوته. اذا عم تستعملوا انتم التطبيق تبع الجود لوك فينا ننزله هون، ما بعرف اذا نازله بكل البلاد بس على القليل عندنا هون بامريكا موجوده. فيكم تنزلوا كل المميزات اللي بنعرفها من جود لوك، من الثيم بارك، من الون هاند مود، الساوند اسيستنت، عندنا اللانش لوك سوري لوك ستار، الكويك ستار، الكلوك فيس، المالتي ستار، حتى النوتي ستار وحتى الروتينز بلس الموجودة مولقة لعنا هون. لفوق هون كمان بنشوف كل الإمكانيات تاعت الأندرويد 12، إمكانياتنا خصوصيا لنطفي الكاميرا والميكروفون منه للتليفون إذا ما بدنا نستعمله. عنا كمان سامسونج داكس الدارك مود أنا مدورها، وآخر شيء هون أنا مدور الإنهانسد مود، هيدي بتخلينا نستعمل التليفون لقوته الكاملة، لقوة الحاسوب 888 بكل قوتها. لما بتجيبوا اول شيء للتليفون هذا بتكون مطفيه، معناته بيعمل ثروتلينج القوه مش على اخر شيء بس على اللي بتطول مده البطاريه تاعتنا على التليفون. الشغله الثانيه اذا بنفوت على السيتنجز تحت الديسبلاي فينا نغير سرعه الديسبلاي الموجود عليه. لما بتجيبوا دغري اول ما بتجيبوه انا انصدمت انه اول ما طلعته للتليفون كانت موجوده على الهاي على 120، معناته 6.4 1080p على 120 كتير كتير منيحة وبتضاين منيحة، خاصة انه البطارية اللي عندنا هون كميتها منيحة 4500 وعندنا كمان ريفرس وايرلس تشارجنج. كل هالشغلات حلوة كتير ومزبوطة. ومثل ما قلت لكم اخر شيء هون ال 4K 60 احسن شيء بنشوف لورا، و 4K 60 على القدام الموجودة. عندنا هالمميزات الزيادة كمان، عندنا البرو فيديو نقدر نستعمل البلوتوث عليها، كل الشغلات الحلوة اللي شفناها هون، هايبر لابس، الدول ريكوردينج عليها، الفيديو الموجود هون كمان نقدر نسجل مثل ما قلت لكم ال 4K 60. بس الشغلة اللي لازم نعرفها اذا بنسجل 4K 60 بالكاميرات الموجودة ورا ما بنقدر نستعمل الا اللمزة الأساسية، إذا بننزل على الـ 4K 30 الـ UHD 30 ساعتها فينا نستعمل اللمزات الثانية. سو أحسن قوة الكاميرات الموجودة ورا والقدام حتكون 4K 60، بنقدر نقلبها من قدام لورا بنقدر نستعملها. 32 ميجا بكسل قدام تقدر تمشي منيح كتير.
عنا الفوتو، عنا البورتريت، عنا السنجل تيك، كل الشغلات اللي شايفينها من قبل. خليني اعطيكم هلا مصرة عن الكاميرات للاس 21 اف اي. هلا عم نسجل عن الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا على السامسونج اس 21 اف اي. الشغله اللي لازم نعرفها على القليله على السناب دراجون، اذا بدنا نستعمل ال 4K 60 فريمز بير سكند مع الكاميرا الموجوده ورا، ما عندنا ال 8K، ما بنقدر نستعملها باللمزه الاساسيه. اذا بدنا نعمل 4K 30 فينا نعمل الالترا وايد والاساسيه الثانيه. تغيرت شوي من اللي شفناه السنة الماضية بالاس 21 والاس 21 بلس وخاصة الالترا، بس على اللي بتقدر تشوفوا انه الصوت والصورة مش منيح وفي شوية هواء حواليه. قلبنا على الكاميرا الموجودة قدام هون، فينا نسجل 4K 60 فريمز بير سكند، معناته إذا بدنا نسجل 4K 60 على الأساسية الإدمانية والورانية عندنا واحد بس فوكال لينكت، بس على اللي بنقدر نستعمله وفي عندكم الصوت هون مثل ما عم بيكون في هواء حواليه، إن شاء الله يكون الصوت منيح. 4K 60 أحسن شيء هالتليفون بيعمله، ما في 8K رغم إنه عندنا سناب دراجون 888، بس ما بنعرف يمكن بيعطونا اياها المميزه بالمستقبل. على القليله هلا بتعملكم هالمسطره على الصوت والصوره من الكاميرات على الاس 21 اف اي. مثل العاده بنعلي الفوليوم هون على اخر شيء لنقدر نسمع على غنيتنا اليكس كريندو جامبو من ان سي اس ريليس. الصوت بيمشي منيح، السماعات بتمشي منيح، السماعة تحت والسماعة فوق بيعطينا ستيريو سبيكر لنقدر نستمتع فيها الشاشة الكبيرة اللي موجودة عندنا هون. شغلة تانية بدي أتحدث معكم هي على سبيد تيست. هلا أنا عملت سبيد تيست على التليفونين اثنيناتهم، اثنيناتهم على شركة تي موبايل بأمريكا، مثل ما بتشوفون اثنيناتهم عملتهم كونكشن واثنيناتهم عليهم عملت الكونكشن وعملت 5G اثنيناتهم. على الاس 21 الترا هذا اللي نزل السنة الماضية مع آخر تجديد وآخر تطبيق بالأندرويد، الأندرويد 1 يو اي 4 والأندرويد 12 ونفس الشيء هون على الاس 21 اف اي، لاحظت انه في فرق كبير بين السرعه اثنيناتهم. هون تقريبا 800 ميجا بكسل تحت وهيدا هون عندنا تقريبا 500، ويعني في فرق شوي بس نفس الشيء اثنيناتهم اسرع موجود عليه الاس 21 اف اي. ولما عملت عليه تجربه لما كنت بسي اي اس من الجمعه الماضيه كمان فينا نوصل تقريبا لل 1000 ميجا بكسل تحت، ميجا بكت تنزيل على الفرايزن لما نزلوه بقلب سي اي اس، بقلب سنترال هول تبع سي اي اس كان عندهم هالسرعه. معناته ما حيكون عندكم اشكال بالمودمز الموجودين هون، خاصه اذا بدكم 5G وهذا اللي معمول خصوصيا بالحجم تبع هذا التليفون. الانتنا باندز موجودين هون وهون حتى ما يكون في اي بلوكاج عليه لما بنستعمل التليفون. سو كل هالشغلات حلوه، الجود لوك موجوده، فيكم تنزلوا التطبيقات تاعتكم الالعاب، ما حيكون اي اشكال في لهالتليفون. الشغله الوحيده اللي لازم تعرفوها انه هالفيديو عم يطلع لكم بعد تقريبا 24 ساعه ما يكون معي لهالتليفون. الشاشة تاعته منيحة، منا كتير كبيرة بس بتكون فلات، سو في ناس بيحبوها كتير، وفي حطيت عليها جلاس بروتكتور كمان لأحميها. السماعات منيح، البطارية بتضاين مدة منيحة، بتشرج بال 25 واط مثل ما بنشفناها من قبل. اللي أنا استغربت فيها كتير إنه سرعة المودم تبعه بنفس المطرح اثنيناته هو والاس 21 الترا كان أسرع منه تقريبا 300 ميجا بتس داون، هذا شعري فرق كتير كبير، وفينا كمان نطلع أكثر لما نطلع على شركة فرايزن. هلا 500 منا كتير بطيئة، بس بالنسبة لي لما بشوف تليفون جديد جاي مفروض يكون مثل التليفون اللي عندي السنة الماضية بنضلنا نشوف إنه في شغلات جديدة فيه. الكاميرات منيح ما في اشكال، بس بدنا نعرف انه ما عندنا 8K مثل ما قلت لكم، 12 8 12 على الكاميرات الموجوده ورا، 32 موجوده لقدام. المميزات في لهالتليفون اللي انا مستغرب فيها شوي انه هو توقيته وسعره اللي نزل فيه. هذا التليفون مفروض يكون الفان اديشن، معناته خبره الاس 21 من شفناها السنه الماضيه بسعر احسن للناس تقدر تشتريه وتصمد شوي وتقدر تاخذ المميزات الحلوه منه للاس 21. نزلوه باول سنه 2022 تقريبا كم جمعه قبل ما ينزل الاس 22، معناته هالتليفون ما بعرف ليه توقيته نزل هلا ما نزل قبل العيد الميلاد، لانه بعتقد انا هنيك بيكون توقيت الناس بتحب تشتري التليفونات وبدها تشوف توفر شوي مصاري بدل ما تشتري الاس 21 الترا ولا الاس 21 بلس. صعب اني انا اقول للناس انه انا بعتقد انه لازم تجيبوا هالتليفون هلا، خاصه اذا عم بتفكروا تجيبوا شيء من سنه 2022 مثل الاس 22. اذا عم بتجيبوا بدكم تجيبوا تليفون من سامسونج سعره ارخص وتقريبا قريب من الـ A series تاعتهم لسامسونج، بس منا مزبوط مثل الـ S21 ولا الـ S21 Plus. بعتقد الـ S21 في حيمشي مزبوط، الموديل تبعه الغطاء تبعه من برا مبين مثل كأنه مثل الـ A series أكثر ما يكون مثل الـ S21 series، والسعر تبعه مثل ما قلت لكم بيجي بالنص، منه كتير عالي ومنه كتير واطي، تقريبا على الميد رينجر. عشان هيك بقول هذا معقول يمشي معكم، وبنصيحتي لكم إذا حتجيبوا للتليفون العلة فيه انه هذا حيكون عن السعر حيطلع شوي زياده، جيبوا 8 جيجا بايت و256 ذاكره، لانه حيضايقكم مده طويله ال 128 ما عندنا اكسباندبل ستورج، ما فينا نزيد اس دي كارد، سو هيدي شغله لازم تعرفوها. غير هيك بصراحه التليفون مثل ما كنا مستنظرينه اس 21 عنده مميزات منها، امنيتي انه يا ريت كان في 8K بس بعتقد هذا بسبب اللمزات الموجوده ورا، بدي اشوف كمان شو حيكون بالشغلات الثانيه اللي نازله بالبلاد الثانيه.
خبروني شو رايكم فيه لهالتليفون، هل انتم معجبين فيه للاس 21 اف اي من شركه سامسونج، يا اما بتحبوا تنطروا لتشوفوا الاس 22 لما يجي الاس 22 والبلس والالترا اللي مفروض يكون شكله مثل النوت عليه للاس 21 للاس، حتكون الاس 22 الترا مثل شكله للنوت 21 الترا اللي ما نزل، معناته الاس سيريز الالترا حتكون مثل النوت. بشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد، شكرا جزيلا، يلا مع السلامه.